بهي قناة الفجر المغربية والفجر سبور، التواجد معنا رئيس فريق نادي الكواكب الرياضي الذي ينظم هذه التظاهرة بشراكة مع الجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم وكذلك العصبة الجهوية للرباط سلة القنيطرة، لغاية تحدث لنا على التظاهرة بإسهاب. الشكر الجزيل بعد قناة الفجر على المواكبة ديالها لمجموعة من التظاهرات الرياضية في مدينة القنيطرة. نادي الكواكب الرياضي لكرة القدم اللي داخل القاعة هو نادي ينشط في عصبة رباط سلة القنيطرة، من بين الأهداف اللي ديالنا كذلك هو أننا نطور رياضة كرة القدم في داخل القاعة في المغرب عن طريق الفئات السنية كذلك. من هنا جت الفكرة ديال هذه البطولة المصغرة لكرة القدم داخل القاعة لفئات لأقل من 17 سنة بشراكة مع الجامعة الملكية لكرة القدم وكذلك مع العصبة الجهوية الرباط سلة القنيطرة. هي بطولة تضم 20 فريق، الهدف من الأول مش يكون واحد الفائز، ولكن الهدف الأول هو يتم انتقاء اللاعبين اللي يمكن لهم يقعموا الفرق الوطنية في المستقبل وكذلك المنتخبات الوطنية في جميع الفئات السنية ديالها. دونك سيد الرئيس نغتنموا هذه الفرصة هذه ونتكلموا شوية على فريق الكواكب الرياضي اللي كيمارس بالقسم الممتاز عصبة الغرب المسيرة ديالو. فريق الكواكب لكرة القدم داخل القاعة هو فريق غني عن كل تعريف، ينشط في مدينة القنيطرة سنين عديدة هذه. المكتب المسير الجديد خدا على العاتق ديالو إدارة ديال الفريق ابتداء من بداية هذه السنة الرياضية، وكما قلت لك الأهداف ديالنا المسطرة هي قريبة المدى، متوسطة المدى وبعيدة المدى. قريبة المدى هو احنا كنتنافسوا هذه السنة على بطاقة الصعود للقسم الوطني الاحترافي الثاني، ولكن المهم ماشي هو انه هو الفريق الاول فقط، المهم كما قلنا وكما تتشوفوا اليوم هو اننا نوجدوا واحد الفرق سنيه اخرى اللي هي يمكن لها في المستقبل تاخذ المشعل ديال فريق الكواكب فوتسال، ويمكن لنا ننشطوا هذه الرياضه في المغرب وكذلك نفتحوا للشباب المجال بانهم يمشيوا في المسيره الحياتيه ديالهم عن طريق كره القدم. شكرا سيد الرئيس، وكنتمنوا لك حظ موفق كذلك للفريق الكواكب الرياضي. شكرا. سمحوا لي. ما كاين مشكل.